من ضمن الحاجات اللي شفناها وانبهرنا بيها برضه، انا مش انبهر الصراحه، هي القاذفه بي ام 21. ايه بقى حوار القاذفه دي؟ وقدامنا هنا منظومه اليه النار الاف سي اس، او بمعنى اصح اداره النار بالنظام الهيدروليكي. القاذفه دي موجوده على عربيه اورال 6x6، هي عربيه امريكي يعني وزنها حوالي 10 طن. اتركب عليها المنظومه دي. المنظومه بتشتغل ازاي؟ المنظومه دي عيار 120 ملم، تمام، اللي هي بتستخدم صواريخ جراد ديت القاذفات. انتنه دي بترصد او بيتم يعني هي لقطت معلومه. الكمبيوتر اللي موجود جواها ووحده التحكم اللي بالمناسبه موجود جنب السواق بيبعت كل ده للقياده، تمام. يعني انا مش محتاج ان انا اتصل واقول عندي احداثيات هدف، لا، احداثيات الهدف نفسها بتوصل للقياده. انا دلوقتي عايز اشتبك، كل ده بيجهز للاشتباك وللضرب في خلال 45 ثانيه. في خلال 45 ثانيه من رصد الهدف للاطلاق، المركبه دي بيبقى عندها القدره ان هي تفضي ال 30 صاروخ زمن 20 ثانيه، 30 صاروخ في 20 ثانيه. والجدير بالذكر ان القاذفه بكل الانظمه بتاعتها صناعه مصريه نسبه 100%.